هنبدأ النهاردة بقى مش مهندسين في التخطيط الرأسي للطريق. دلوقتي مش مهندسين احنا تعلمنا مع بعض اللي احنا نعمل ايه مش مهندسين، ازاي اللي احنا نعمل البروفايل بتاعي بتاع الارض الطبيعية. طب عشان ارسم بقى باشمهندس التصميمي اللي هيمشي عليه العربيات، في قواعد لتصميمه ولا مفيش؟ يعني العربيات من عمرها ما هتمشي كده، لا ده المفروض ان انا اعمل ايه حاجه تصميميه العربيات تعرف تمشي عليها، صح ولا لا يا باشمهندسين؟ طب ايه هي القواعد اللي انا باخدها معايا في الاعتبار وانا جاي اعمل التخطيط الرأسي للطريق؟ تمام يا باشمهندس، زي ما باشمهندس بيقول كده، اول حاجه المفروض ايه؟ الميول، صح ولا لا يا باشمهندس؟ طيب يبقى انا عندي اول حاجه يا باشمهندس النقاط الحاكمة الموجودة على الطريق. هو ايه المقصود بالنقاط الحاكمة؟ ها؟ ان انا يا باشمهندس عند الطريق ده متقاطع مع طريق قديم او خط سكة حديد موجود قائم، يبقى يا باشمهندس المفروض ان الطريق الجديد يبقى منسوبه اعلى من الطريق الايه القديم بمتر. ينفع؟ ما ينفعش. ليه؟ لان لو ده اعلى منه بمتر يبقى العربيات هتمشي في الطريق القديم ازاي؟ فاهمين ولا يا باشمهندسين؟ يبقى لازم منسوب الطريق الجديد يبقى نفس منسوب الايه؟ الطريق القديم عند التقاطع، صح ولا يا باشمهندسين؟ طيب يبقى النقاط الحاكمه يا باشمهندس عن تقاطع طريق مع طريق قديم او تقاطع طريق مع ايه؟ مع مجرى مائي او اي حاجه من الحاجات دي، ده اللي هي المقصود بقى ايه؟ النقاط الحاكمه. يبقى يا باشمهندس لو منسوب الطريق الجديد نفس منسوب القديم يبقى ده اسمه تقاطع سطحي، صح ولا يا باشمهندسين؟ لكن لو انت بقى يا باشمهندس عاوز تعمل كوبري او نفق، هنتعلم ازاي بقى نعملها ونظبط الايه؟ الكليرنس، لكن ده مش موضوعنا النهارده. خلاص شباب؟ طيب. تاني حاجه عندنا يا باشمهندسين ان المفروض كميات الحفر والردم تكون ايه؟ متكافئه. انا يهمني في كميات الحفر والردم يكون متساويين بس ولا يكون اقل ما يمكن؟ ما يا باشمهندس انت ممكن تكون عامل لي كميات حفر 2 مليون، كميات ردم 2 مليون، وتقول له والله الاثنين متساويين. دي اقول له ده كويس، ولا لما يكون واحد عامل لي مثلا 500,000 كميات مثلا حفر و 600 كميات ردم، اقول له ان هو كويس؟ يبقى يهمني يكون متكافئ وفي نفس الوقت يكون ايه؟ اقل ما يمكن. ثالث حاجه عندنا يا باشمهندس ان الميل الراسي المفروض له مينيمم وله ماكسيمم. مش يا باشمهندس ده اسمه جي؟ المفروض ده يبقى اكبر من الجي مينيمم واقل من مين؟ من جي ماكسيمم. هي جي مينيمم دي كنا بنعملها ليه يا باشمهندسين؟ ها؟ عشان خاطر صرف المطر، وقيمته كانت من كام لكام؟ 35 من 100% لكام؟ لنص في المية. ولازم يا باشمهندس ما يزيدش عن كام؟ ها؟ عن الجي ماكسيمم، والجي ماكسيمم بتيجي من التيبل ده. الجي ماكسيمم دي يا باشمهندس اللي هي انا عندي هي السرعه كام؟ 120. طبعا ده بالكيلو بر هاور، لكن ده ايه؟ بالميل بر هاور، يعني 100 كيلو بر هاور. بقول التضاريس اللي هنا ليفل ولا رونج ولا ايه؟ ماونتينيوس. يعني ايه ليفل؟ ها؟ مستوي. رولينج متوسطه الانحدار، ماونتينيوس شديده الانحدار. بنعرفها ازاي؟ اكبر ميل اكبر ارتفاع في الخريطه واقل ارتفاع. يعني ايه يا باشمهندس؟ لو الميل بتاع الارض الطبيعيه اقل من 2% يبقى ايه؟ ليفل. لو الميل بتاع الارض الطبيعيه من 2 ل 4% يبقى رولينج. لو الجي اكبر من 4% يبقى ماونتينيوس شديد الانحدار. تمام يا باشمهندسين؟ ده ميل ايه؟ الارض الطبيعيه. ميل ايه؟ الارض الطبيعيه. خلاص شباب؟ نجيبها ازاي يا باشمهندسين ميل الارض الطبيعيه ده؟ وليكن يا باشمهندسين ده اقصى ارتفاع عندي في الارض الطبيعيه، وده ادنى ارتفاع في الارض الطبيعيه، ونشوف الايه؟ ال ال كام؟ ونشوف الارتفاع كام؟ يبقى الارتفاع على ده يديني ايه؟ الجي. سيبك من الكلام ده، هي بالنظر. خلاص يا باشمهندسين؟ بالنظر كده يا باشمهندسين الخريطه الكونتوريه اللي عندنا دي. اهو زوم قوي طبعا. طبعا الخط اللي ايه؟ اللي هو الماجنتا ده هو ايه يا باشمهندسين؟ هو ده اللي ايه؟ الارض الطبيعيه، تمام؟ لو جينا عملنا زوم اوت لليد الخريطه الكونتوريه دي يا باشمهندسين هتلاقيها هي تقريبا في حدود رولينج. تمام يا باشمهندس؟ بالنظر. انتوا طبعا عرفتوا القواعد عباره عن ايه، ولو انت عايز تجيبها بالنظر ازاي. خلاص شباب؟ طيب. يبقى لو هي رولينج وهي 120 يبقى اقصى ميل كام؟ اعتبر من 3 ل 4، يعني ايه ما تزودش. خلاص يا باشمهندسين؟ يبقى الميل اللي عندي لو لف 3 ل 4 يبقى تشتغل على من 3 ل 4.
ينفع نزود عن كده؟ لا ما ينفعش. بعد كده بقول لي انا مش منصين. هو ايه المنحنى الساب والمنحنى الكريستي ده؟ فاكرين انتوا الحاجات دي؟ ان يا باشمهندس المنطقه دي ما ينفعش العربيه تمشي بالشكل ده فكنا بنعمل منحنى ساب. ان العربيه ما ينفعش تكسر بالشكل ده فكنا بنعمل منحنى ايه؟ كريست. صح يا باشمهندسين؟ طيب بيقول لي هنا يا باشمهندس المنحنى الساب مش ينفع اعمله في منطقه ايه؟ ليه؟ مش ده قطع اهو؟ ده الساب صح؟ تخيل بقى هنا يا باشمهندس في جبل كده وفي جبل اليمه الثانيه. يبقى هنا ده كده جبل وده جاي كده، لو في مطر ايه اللي هيحصل؟ كله هيتجمع هنا. فاهمين ولا يا باشمهندسين؟ فبقول لك غير مسموح عمل منحنى ساب فين؟ في منطقه القاط، الا لو كنت انت بقى عامل هنا بياره وصرف مطر بقى ايه؟ كلام من، فاهم قصدي؟ لكن ايه؟ عاده ما ينفعش. بقول ايه تاني؟ غير مسموح عمل المنحنيات الراسيه فين؟ في منطقه المنحنيات الافقيه. يعني انا عندي هنا يا باشمهندس منحنى افقي، مش لازم اروح اعرف مكانه فين هنا وهنا يا باشمهندس، مش ينفع ان انا اعمل ايه؟ فيرتيكال فيه. ليه؟ عشان مسافات الرؤيه. خلاص شباب؟ عشان مسافات الرؤيه يا باشمهندس، لان انا طالع من منحنى افقي وبعد كده اطلع فوق، فاهم قصدي يا باشمهندس؟ هنبقى نشوف لها صوره ونبقى نوريها لك على ارض الواقع، ماشي؟ هنا يا باشمهندس بيقول لي ايه؟ تخطيط الافقي والراسي فين؟ يجب ان يكون ايه؟ منبسطا بقدر ايه الامكان لضمان تحقيق مسافات رؤيه ايام المركبات. يعني ايه الكلام الكبير ده؟ يعني يا باشمهندس لو انا عندي نقطه التقاطع دي صح؟ المفروض عند نقطه التقاطع دي يا باشمهندس الارض تكون منبسطه ولا يكون منها شديد؟ منبسطه. ليه منبسطه؟ عشان مسافات الرؤيه، لان انا داخل هنا يا باشمهندس داخل كده صح؟ فاهمني ولا يا باشمهندس؟ داخل لو انا بقى داخل بنيل كبير هيبقى كده عندك مشكله بالنسبه لك، صح ولا يا باشمهندس؟ تمام. يبقى انا يا باشمهندس عند منطقه التقاطع دي يفضل ان يكون يا باشمهندس الارض عندي تكون ايه؟ يكاد يكون الميل بتاعها بزيرو. لو عرفت تعملها عرفت، ما عرفتش خلاص. خلاص شباب؟ طبعا ما ينفعش بزيرو لان اقل ميل كام؟ 35 من 100%. تمام؟ بيقول لي هنا يا باشمهندس ايه؟ غير مسموح عمل منحنى محدب. فين المنحنى المحدب ده؟ ادي المنحنى المحدب اللي هو بيقول عليه. يليه ايه يا باشمهندسين؟ مقعر. يليه ايه؟ محدب. يليه ايه؟ ليه يا باشمهندس؟ عشان الكلام ده هيكون قدام منه كانها ايه؟ مطبات. صح؟ يبقى ما ينفعش يا باشمهندس محدب مقعر، محدب مقعر، محدب مقعر، طالع نازل زجزاج. ينفع؟ ما ينفعش. بيقول لي يا باشمهندس في الطرق اللي هي التولين تو واي، الميل طول الميل الصاعد، ايه طول الميل الصاعد ده؟ مش ده اسمه جي؟ ده الطول بتاعه. المفروض ال ال ده لا يزيد عن ال ماكسيموم، اللي هي ال ال كريتيكال بوينت. ليه يا باشمهندس؟ عشان سرعه المركبه النقل ما تقلش عن كام؟ عن 15. فاكرين حاجه انتوا كنتوا درستوها في الكورس اسمها ايه؟ حاره التسرب، صح؟ طيب وكنتوا انتوا خدتوا يا باشمهندسين الايه؟ الشكل ده، كنا بندخل بسرعه البدايه والميل ننزل، صح يا باشمهندسين؟ والطول اللي هو بتاع الايه؟ ال جريد ده، ونطلع هنا يا باشمهندسين عند نفس الميل ونخش هنا نشوف السرعه قلت المقدار كام؟ لو فرق ده اكتر من 15 كنا بنعمل ايه؟ كلامبنج لين. اللي هو الشكل ده يا باشمهندسين اللي هو شكل الكلامبنج لين، بس ده في حاله ايه؟ طريق تولين تو واي بس. خلاص يا باشمهندس كنا بنعمل هنا حالة ايه؟ حالة تسلق مخصصة لحركة المركبات اللي ايه؟ النقل. خلاص شباب؟ طيب يبقى يا باشمهندس لو انا عندي يجب ان لا يزيد طول الميل الصاعد في حالة الطريق اللي هو تو لين تو واي، طبعا احنا عندنا المشروع مش تو لين تو واي الحمد لله. تمام؟ يبقى مش هنعمل اللي في شيك كده. تمام؟ المفروض يا باشمهندس ان المفروض ان طول اي ميل صاعد ما يزيدش عن ال ايه؟ ماكسيمم، عشان ما اضطرش ان انا اعمل ايه يا باشمهندسين؟ كلامبنج لين، اللي هي الحاره المخصصه لحركه ايه؟ المركبات النقل. تمام يا باشمهندس؟ بقول لي يا باشمهندس كمان ان طول المنحنى الراسي سواء كان كريست او ساج المفروض ما يقلش عن الطول المسموح بيه.
طب هو الطول المسموح بيه دي يا باشمهندس خدناه في الكورس وعباره عن ايه ال مينيمم؟ كان الماكسيمم بين حاجتين، بين الكي مينيمم في الايه؟ فاكرين حاجه اسمها الكي؟ هنقولها دلوقتي تمام. والاي دي حد فاكر حاجه عباره عن ايه الاي دي؟ اللي هي الجي 1 ناقص ايه؟ الجي 2 صح يا باشمهندس؟ والمينيمم الثاني اللي هي عباره عن ايه؟ 6 من 10 الصاد. وهنفهم الكلام ده بعد شويه. خلاص يا باشمهندس؟ طيب الكي بقى ده اللي عباره عن ايه يا باشمهندس؟ قال لي يا باشمهندس انا عندي معادله بتقول لي ان طول المنحنى ان الكي بيساوي ال على الايه، يبقى طول المنحنى عباره عن ايه يا باشمهندس؟ الكي في الايه صح؟ الايه دي اللي هي كانت عباره عن ايه يا باشمهندس؟ كان عندي ده اسمه جي 1 وده اسمه ايه؟ جي 2. كانت الـ A بيساوي جي 1 ماينس ايه؟ جي 2 صح يا باشمهندس؟ طيب الـ A دي البرنامج بيحسبها ايه؟ اوتوماتيك ما فيهاش مشكلة. طيب الـ K دي يا باشمهندس نحسبها ازاي؟ نعم؟ الـ K لا لا لا، الـ K يا باشمهندس هو البرنامج هنا بيحسبها اوتوماتيك، اللي هي الـ AS تتباع 400 والحاجات دي كلها انساها، هو بيحسب هنا على الـ K. خلاص يا باشمهندس يعني قوانين التصميم القديمة دي نساها، هو البرنامج بيدخل بيحسب ال ال بتاعته بناء على المعادله دي ان ال ال بيساوي الكي في الايه. خلاص يا باشمهندس؟ بيشتغل بناء على الجداول دي، احنا كنا بنصمم الكريست كنا بنصممه على ايه؟ اما على الاستوبنج او اما على ايه؟ على الباصل صح؟ ده يا باشمهندس الجدول بتاع ايه؟ الاستوبنج سايد ديستنس. يبقى الكي هنا ده السبيد وعندي هنا ده الكي. هنا السبيد عندي كام؟ 120. لو انت مصمم الكلام ده على الاستوبن يبقى الكيلو متر كام؟ 95. يبقى الكيل في حاله الاستوبن سايد ديستانس وكريس الكيلو متر كام؟ 95. طيب احنا ممكن نصمم يا باشمهندس الكريست على حاجه ثانيه؟ على الباصم. قال لي ده جدول الباصم. هنا يا باشمهندس ده الباصم، هنا السبيل كام؟ 120. الكيلو متر كام؟ 695. فاهمين ولا يا باشمهندس؟ طيب الساج كنا بنصممه على الباصن؟ ما كانش ينفع نصممه على الباصن، كان لازم على الاستوبن. قال لي ده جدول ايه يا باشمهندس؟ الاستوبن بتاع ايه؟ بتاع الايه الساج؟ ادي الساج اهو يا باشمهندس. عند ال 120 الكيلو متر كام؟ 63. يبقى الكي بيساوي 63 في حالة ايه يا باشمهندس؟ في حالة الساج. أنا عاوز الكي بس. بس مش أكتر من كده. إحنا بنشتغل على أي حاجة أنت كالكوليتر عايز تشتغل على الكالكوليتر تشتغل، عايز تشتغل على الديزاين تشتغل. بس هنقول 62.8 من 10. فاهم قصدي؟ ما يصح زي ما أنت بتقول. نيجي بقى عشان نفهم الكلام ده بيطبق إزاي. خلاص؟ اللي احنا قلناه ده اللي هو العشر حاجات دول نشوفهم هنا عباره عن ايه. اولا الجداول اللي موجوده في الباور بوينت دي انا جايبها منين؟ جايبها من هنا من بروفايل، اقول له ديزاين كرايتيريا اديتور، او من الاين من ديزاين كرايتيريا اديتور. هي الكرايتيريا اللي هي بتاعت ليه محددات التصميم. هنا كنت بخش الاول على الاين من، تخش هنا دلوقتي على ايه؟ على البروفايل. يقول لي هنا ايه؟ قيم الكي مينيموم. طبعا ده الاشتو 2001. في حالة الاستوبنج سايد ديستانس، الاستوبنج ده بصممه امتى يا باشمهندس؟ للكريس صح يا شباب؟ طيب هنا يا باشمهندس ال 120 الكي طلع كام؟ 95. او الباسنج بقى اللي تاخده كام؟ 695. احنا دايما بنصمم على ايه؟ على الاستوبنج تمام؟ طب الهيد لايت سايد ديستانس دي المقصود بقى ايه؟ ده المقصود بقى الساج. يعني قصده يا باشمهندس مسافة الرؤية في حالة الايه الإضاءة ايه مطفية في الساج. يا باشمهندس؟ طيب. كان عندي هنا الكي بكام؟ 63. خلاص يا شباب؟ يبقى الكي يا باشمهندسين في حالة الكريس باخدها كام؟ وفي حالة الساج باخدها كام؟ احفظ الكونتين دول. خلاص يا باشمهندس؟ 95 و63 عند سرعة كام؟ 120. 95 دي للكريست والكام و63 دي للساج. ده اللي انا عاوزك تعرفه لحد دلوقتي. خلاص؟ نبدا بقى في حاجه ثانيه بيقول لي هنا يا باشمهندس كرييت بروفايل باي ايه؟ احنا اللي كنا ظاهرينه كان من السيرفس يعني ظاهر للارض الطبيعيه.
تمام يا باشمهندس؟ لكن انا دلوقتي عاوز اعمل البروفايل بتاعي ايه؟ التصميم اللي العربيات هتمشي عليه. خلاص شباب؟ يبقى اقول له هنا ايه؟ بروفايل كرييت بروفايل باي ايه؟ باي لي اوت. يجي يقول لي تحت ايه يا باشمهندسين؟ سيلكت بروفايل. اروح والله اختار البروفايل اللي هو بتاع الايه؟ الارض الطبيعيه اللي انا اخترته. اهو. يروح ظاهر لي الشاشه دي. يقول لي والله يا باشمهندس هو البروفايل اللي انت عاوز تعمله من لي اوت ده اسمه ايه؟ اقول له والله ديزاين جريد مثلا، انت سميه باي اسم انت عاوزه. خلاص شباب؟ طيب يجي يقول لي هنا يا باشمهندس ما بغيرش اي حاجه غير انا بس بخلي الستايل والليبل بالشكل ده. خلاص وبعد كده اقول له ايه؟ اوكي. يروح ظاهر لي الشاشه اللي هي إيه الظريفه اللي انا كنت برسم منها الالاينمنت بس دلوقتي لايه؟ للبروفايل شاشه ثانيه. ظهرت عندي الشاشه العاديه خالص يا باشمهندسين، اروح هنا اقول له ايه؟ كيرف سيتنج. فاكرين طبعا الشاشه دي في جيومتريك هناك في الالاينمنت. يقول لي ايه هنا يا باشمهندس؟ يقول لي الكريست الكي بتاعته بكام؟ والساج الكي بتاعته بكام؟ طب الكي يا باشمهندسين عندنا بكام؟ 95. والساج كان كام؟ انا كاتبها على السبوره كام؟ 63 زي ما هي. عرفنا ازاي نغيرها؟ وبعد كده نقول له ايه؟ اوكي. بعد كده هنا يا باشمهندسين اروح قايل له ايه؟ درو تانجنت وسكيرف. واروح هنا يا باشمهندس على نقطة البداية بتاعت الايه؟ البروفايل. طبعا المفروض الميل يكون أكبر من الجي مينيموم وأقل من الجي ماكسيموم. كميات الحفر والردم تكون بقدر الإمكان متساوية، اللي هي القواعد اللي احنا قلنا عليها. ممنوع عمل منحنى ساك في منطقة القط، الحاجات دي كلها، تمام؟ طيب اول منطقه بقى نعملها ازاي؟ نركز مع بعض. امشي كده ولا كده ولا امشي تقريبا مع الارض الطبيعيه؟ شوف تقريبا ماشي مع الارض الطبيعيه. طب لو مشينا كده قدام شويه تمام زي الفل. طب نكمل يا باشمهندس لو مشينا كده. طبعا الارض الطبيعيه اللي هي الايه؟ الماجنتا. تمام يا باشمهندسين؟ اللي انا برسمه ده اللي هو الاخضر. طب لو كملنا مفيش كميات حفر وردم، الارض عندنا كويسه، صح يا باشمهندسين؟ لو قلنا لحد هنا كده مثلا، وبعد كده يا باشمهندس اجي اكسر هنا عند النقطه دي، وبعد كده يا باشمهندس اطلع الجبل بالشكل ده وليكن عند النقطه دي. طبعا في هنا ايه اللي حصل هنا؟ كميه قط. عرفت منين اللي هي كميه قط؟ الارض الطبيعيه اعلى منين؟ من التصميمي، صح يا باشمهندس؟ طيب اجي هنا يا باشمهندس وليكن اكثر بالشكل ده. هنيجي نعدل دلوقتي، ده انا برسمه دلوقتي وبعد كده هنعدل عليه، تمام؟ طبعا هنا يا باشمهندس في هنا كميات قط ايه؟ كميات فل موجوده، عرفتها منين؟ تصميمي اعلى منين؟ من الارض الطبيعيه. نعم؟ ما هو ده الخط اللي العربيات هتمشي عليه. تمام يا باشمهندس؟ ده اللي هو الديزاين جريد اللي العربيات هتمشي عليه. انا برسمه دلوقتي يعني طبقا للقواعد بقدر الامكان، بعد كده هنيجي نبص عليه بقى ونشوف والله ايه اللي مش طبقا للقواعد ونعدل فيه، ونعرف ازاي نعدل فيه. خلاص شباب؟ بعد كده يا باشمهندسين وليكن هنوصل هنا كده عند النقطة دي. بعد كده يا باشمهندسين وليكن هنكمل لحد الآخر بالشكل ده. وبعد كده أقول له في النهاية خلاص أنت خلصت. اقول له مسطره. نشوف بقى نعدل فيه ازاي بقى يا باشمهندس. راح ظاهر لي هنا يا باشمهندس هنا عند الكسره دي راح عامل لي ايه؟ فيرتيكال كيرف. عامل لي عند الكسره هنا يا باشمهندس عمل لي ايه؟ فيرتيكال كيرف، صح يا باشمهندسين؟ وراح قايل لي البيانات بتاعته فوق اهي، والكي بتاعته اللي هي كام؟ بس نلاحظ بقى ان ال هنا كام؟ 14. واحنا كنا بنقول يا باشمهندس ان ال مينيمم كانت كام؟ كي مينيمم في الايه؟ الكي مينيمم هو شغال على الكي مينيمم. شو هو شغال على الكي مينيمم اهي؟ بس هنا يا باشمهندس ال المفروض برضه تبقى الشرط الثاني هي الماكسيمم بين الاثنين دول، 6 من 10 السرعه. طب هي السرعه كانت كام؟ 120 في 6 من 10 يطلع كام؟ 72. طب اللينس هنا كام؟ 14. هل الكلام ده حقيقي بقى صح؟ يبقى اروح اقول له هنا يا باشمهندس من هنا. يقول لي هنا يا باشمهندسين
اللينس بتاع كل منحنى من المنحنيات طلع هنا كام؟ نغير ده كل اللي اقل من 72 اخليه 72. يبقى عرفنا ازاي نجيب ال مينيمم. في مشكله اهي. هنا الكي از وفه اتغيرت بس ازيد من المينيمم، مفيش مشكله انا مسيف. خلاص شباب؟ طيب نيجي نبص هنا كده في الاول خالص يا باشمهندسين على الميول. هو الميل المينيمم المفروض يبقى كام؟ 35 من 100% صح؟ هنا طلع كام؟ 1 من 100 وحاجات من. والماكسيمم المفروض كام؟ من 3 ل 4. احنا مش كنا بنقول جي مينيمم من 35 من 100 النص، والماكسيمم من كام؟ من 3 ل 4 صح؟ لا يا باشمهندسين. يبقى المفروض هنا يا باشمهندسين ايه؟ الميول هنا مش مظبوط. طب نروح نبص هنا كده على البروفايل. ادي ده يا باشمهندس التانجنت الاولاني، الميل هنا كام؟ 3%. طب اعمل ايه هنا بقى يا باشمهندسين؟ عاوز اظبط الميول بتاعتي. هنا الميل هنا كام في التانجنت الاولاني؟ 1%. طب انا هنا ماشي مع الايه؟ مع الارض الطبيعيه تقريبا. هل ينفع بقى ان انا اخالف موضوع ان الميل اقل ميل يكون من 35 من 100 نص في المية؟ الكود بيقول لي اه. بس اه امتى؟ لما يكون الطريق اللي عندي موجود فين يا باشمهندسين؟ في منطقة فيل سيكشن، وانه يكون يا باشمهندسين مش موجود في الاربن، يعني ما فيهوش ارصفة على الجنان. يبقى معنى كده لو نزل المطر المية هتروح فين؟ طوليا جاي كده. في الاتجاه الطولي نخليه صفر اهو. صح يا باشمهندسين؟ طيب الميه لما تنزل تنزل كده او كده، يعني تنزل فين؟ في الاتجاه العرضي. هو الاتجاه العرضي مش كنا بنقول ميل كيو وكيو؟ تمام. طيب ميل الكيو والكيو ده يا باشمهندس لو هنا في رصيف اليماد ورصيف اليماد الثانيه، الميه يحصل فيها ايه؟ تقف. يبقى بشرط ان يكون منطقه فيل سيكشن، يعني اعلى من الارض الطبيعيه، وفي نفس الوقت يكون يا باشمهندسين مفيش ارصفه على الجنان. يبقى الميل اللي هو بصفر ده امتى؟ لما يكون في سيكشن ويكون ايه يا باشمهندسين؟ مفيش اي ارصفه على الجنان. ليه؟ عشان صرف المطر. حد فاهم حاجه؟ مفهوم؟ طيب لكن يفضل ان هو يكون من 35 لكام؟ من 100 ل نص في المية. طيب انا اظبطها ازاي؟ ممكن اطلع بده فوق شويه، طبعا هنا كميات الحفر والردم مفيش على الهواء. ممكن اطلع بده شويه. اه فين؟ بص اهي مسكت المثلث واطلع بيه شويه لفوق. يبقى هنا يا باشمهندس هنا ايه؟ الميل بقى كام؟ 9%. ايه اللي حصل في كميه الردم؟ زادت. طب انت بقى ايه؟ هتخليه فيل سيكشن وتظبط عشان صرف المطر، ولا هتزود كميات الحفر والردم؟ انت بقى اللي بتفاضل. فاهم قصدي ولا يا باشمهندس؟ تقعد بقى يا باشمهندس تشتغل الشغلانه دي، تطلع بده شويه بتنزل بده شويه، تحرك ده اليمادي شويه. البروفايل ما بينعملش في دقيقه، البروفايل الخطوات بتاعته في البدايه سهله، لكن عشان تظبط بقى ايه كميات الحفر والردم وتعمل توازن وتظبط القواعد اللي احنا قلنا عليها من ايه شويه دي، تاخد منك ساعه واثنين وثلاثه واربعه. خلاص يا باشمهندسين؟ ما تقلش عن 35 من 100%. احنا قلنا يا باشمهندس المينيمم اهو 35 من 100%. عاوز تشتغل على الرينج الاكبر اللي هو نص، مفيش مشكله. بس هنا عندنا هنا الحاله دي انت يعني 35 من 100 وتعبان. ما هو هو ده يا باشمهندس الميل في الاتجاه الطولي المفروض ما يقلش عن 35 من 100% وما يزيدش هنا في الحاله بتاعتنا عن 3 ل 4. خلاص اللي هو الكيو، الكيو ده اللي هو الميل العرضي. احنا دلوقتي بنتكلم عن الميل الطولي. ما الطريق هنا طالع ده طولي وعرضي اهو. خدت بالك من ايدي؟ فاهم قصدي يا باشمهندس؟ انا قلت لك لو خليت الميل الطولي ده بصفر فهيرم في الكيو، الكيو اللي انت بتقول عليها من 1 ل 2%، بس بشرط ان ما يكونش ايه؟ في ارصفه على الجنان. ممكن تعدل من الجدول عادي. ماشي، بس يفضل ان انت تعدلها من هنا عشان تبقى انت شايف الموضوع قدامك. خلاص يا باشمهندس؟ تقعد بقى تظبط الكلام ده يا باشمهندس
لحد ايه ما تظبط الميول عنده. خلاص يا باشمهندسين؟ طيب طبعا انا هسيبكم المره الجايه في البدايه خالص هنشتغل برضه في الموضوع ده عشان بس ما نطولش، بس احنا هنشتغل بس هنا يا باشمهندسين ايه؟ ان الشكل اللي انت ظاهره ده شكل عشان ملف التمبلت ظهره لك بالشكل ده. المره الجايه هنتكلم في ازاي انت تغير في الشكل وازاي انت تظبط الايه؟ البروفايل بتاعك. بس الناس المره الجايه مطلوب منها لكل اونلاين من تظهر لي الكلام ده. خلاص شباب؟